مركزي يكلفك 300 جنيه بس. تعالى اعرفك بقى تعمله ازاي. احنا هنجيب مواسير زي دي، مواسير تكييف فريون عاديه جدا ربع بوصه، تمام؟ هنلفها بالشكل الدائري ده، وهنوصل، هنطلع منها الطرفين دول. اول طرف هنا موصلينه في فلتر زي بتاع حوض السمك، الفلتر ده بيسحب ميه من تحت وبيضخ ميه. انا وصلت بيه الخرطوم ده، تمام؟ فالخرطوم ماشي معايا بيدفع لي الميه داخل المواسير بالشكل ده وبينزلها لي من الناحيه الثانيه هنا اهو، اهي، تمام؟ طيب باذنك بس ممكن نشرح تاني؟ صلي بينا على النبي. الناس يعني ايه 300 جنيه اعمل تكييف في البيت؟ طيب مروحه كمان. صلي بينا على النبي. احنا قولنا يا جماعه الفكره دي غير طبعا هدفها الربح، وان شاء الله رب العالمين الحاجه دي انا عاملها رحمه ونور على والدتها الله يرحمها، ان شاء الله يكون علم ينتفع به الناس وهي تستفاد بيه ان شاء الله رب العالمين. ده فائدتي الوحيده في الموضوع. صلوا بينا على النبي. انا جبت مواسير بتاع التكييف عاديه قطرها ربع بوصه، يعني دي مواسير تكييف عاديه جدا جدا، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيش اي افتكاسات اصلا في الموضوع. حلو قوي. ده اختصارا للتكييف اللي تشيلر المركزي اللي بتخش تلف اي مول، تمام؟ فجبت المواسير لفتها بالشكل ده، قفلتها بالافزان دي على المروحه. طيب اتبقى لي ان انا اخلي المواسير دي ساقعه عشان الهواء يجي على المواسير الساقعه يديني الهواء اللطيف اللي حضرتك حاسس بيه يا استاذنا، تمام؟ فعملت ايه؟ انا عندي حوض سمك، تمام؟ حوض السمك اللي عندي ده فيه فلتر، الفلتر ده بينظف الميه فبيسحب وبيطرد. فجيت جبت الفلتر اهو مكان الطرد، حطيت فيه الخرطوم، الخرطوم دخل دفع الميه لفها لي في الماسوره جابتها لي من الناحيه الثانيه، وبدات اجيب تلج. تلج نحطه فين؟ في الميه. وحد صاحبي كده كبير شويه قال لي حط تلج على الملح. ليه بقى؟ حط ملح على التلج، بيحتفظ بالتلج ان هو يفضل متماسك لاقصى درجه ويحتفظ بالماء الساقعه تقعد معاك فتره طويله، او التلج بيحافظ على كده. ففكره برضك ممتازه، تمام؟ فبدا الميه تلف وتنزل لي من الناحيه الثانيه بالشكل ده يا استاذنا. هيتبقى لي تتسحب وبترجع تاني في مكانها. وبترجع تاني في مكانها، الله يفتح عليك. يعني يا دوب هي بتسقع بس. واديها ميه تديك تراب. طول ما انت بتديها ميه هتديك تراب. فالتلج ده هيقعد معاك شويه حلوين جدا. طول ما هي العمليه شغاله فيها تلج والميه بتخش هنا ساقعه، الهواء هيبقى زي ما حضرتك حاسس بيه. بص هنا كده معلش. الهواء ساقع فعلا، تحس ان انت واقف. بص بص يا مدير، شايف التعريق ده؟ شايف التعريق ده؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له في الاخر. طيب في حد يقول لي ده عامل زي الصحراوي؟ اقول له طبعا لا. الصحراوي مبدئيا يا جماعه انا ما بنصحش بيه. الصحراوي ده لازم يرمي لي ميه بهواء، اشم ميه بهواء. هنا بص حضرتك، بص الميه هنا بتتجمع. فعلا الميه بتتجمع، تحس ان هي ميه متشبره. بالظبط. زي مثلا زي مواسير التكييف، بص بتعرق ميه بتنقط النقط هي بتنزل على الارض. يعني الناس اللي هتعملها مش هيجي لها ميه تشمها بمناخيرها، هيجيب لها التهاب. لا، موضوع الكمكمه ده في الصحراوي، هنا ما عنديش حاجه تكمكم اصلا. تمام؟ فهنا الموضوع كله عندي ميه ساقعه، مواسير دائريه، ايس بوكس، قاروره زي ديت، جردل، جردل زي ده. انا كنت عامله بزير كبير، والزير ده طبعا كلنا عارفين حته خيشه عليها هيفضل ساقع طول اليوم من غير ما احط تلج. عملته بافكار كتير، جبت ايس بوكس، جبت قاروره زي ديت، كان عندي قاروره كمان اكبر جبتها حطيتها فيها. اي حاجه يا جماعه مش لازم. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا اول مره عملت الموضوع ده عملته في حوض السمك، تمام؟ حطيت تلج، كان عندي سمك كده بيعيش. بص يا مدير اهو، شايف الفلتر اهو، ده بيسحب ميه من هنا وبيترد له ميه من هنا. حلو قوي، تمام كده. انا جيت لقيت الموضوع ده خلاص، ده سهل عليا. الاول انا كانت التكلفه ممكن توصل معايا ل 2000 و3000 جنيه، ليه؟ ان انا هجيب موتور سحب ميه وشغلانه وسهريه. احنا وفرناها في اقتصاديه في حاجه بسيطه ان شاء الله علم ينتفع بها الناس. قول لي بقى تكلفتها كام الليله دي؟ هقول لك حاجه، انا التكلفه ممكن تتراوح من 300 ل 500 على حسب. على حسب يا مدير انا قطر المروحه قد ايه؟ يعني دي مثلا هتطلع 4 متر، وممكن احط لها 5، وممكن احط لها 6. في مراوح اكبر هتاخد معايا مواسير اكتر. المتر المواسير هنجيب مواسير ربع بوصه، ربع بوصه، هنجيب نص بوصه والكلام ده. الماتور هيبقى ضعيف ان هو يعرف يعمل لي الدوره اللي انتوا شايفينها دي. تمام؟ فاحنا بنختار مواسير ربع بوصه، والله جميله جدا وهتوفر معانا كتير. واقول لك حاجه كمان يا استاذ عمر.
انا النهارده عندي تكييف في البيت، طبعا مش شغال تكييف 24 ساعه، انا ممكن اشغل ده واقفل التكييف ولما التلج يخلص والدنيا بعد 5-6 ساعات ابدا اشغل التكييف تاني، يبقى انا خفضت احمال عندي والموضوع وفر معايا كهرباء شويه، والفكره ممتازه وان شاء الله تجربوها. الفكره بقى جت لك منين؟ الفكره اصلا كانت عندي من زمان عشان انا يعني شغالين في شغل التشيلرات، فالتنكات الكبيره بتاعت ده تخصصي انا عندي مكتب تكييف تمام، وده تخصصي من 98، فاحنا بنعمل التشيلر بخزانات ميه كبيره، والخزانات دي بنجيب لها كباسات بنبردها بيها فريون. فانا النهارده عايز ابرد الميه، فبعدت طبعا عن الفريون تماما، فبدات اجيب تلج واجيب الحاجات اللي حضرتك شايفها دي عشان نقوم بوظيفه الفريون اللي بيسقع التنكات. ده احنا عاملين اهو من غير فريون، وفي الاخر النتيجه نفس النتيجه ان شاء الله، المواسير عرقت ميه، الهواء بيجي عليها لطيف جدا، ولو تحس ان انت واخد خمول داخل كده داخل بسم الله ما شاء الله 100 100. والموضوع يا جماعه هي مش افتكاسه ولا اختراع ولا الكلام ده كله، دي فكره بسيطه احنا صممناها على حاجه صغيره تنتفعوا بيها بفضل الله ان شاء الله رب العالمين. طب انت بقى يعني بتعملها بتبيعها ولا هي الفكره كده بس يعني؟ انا الفكره دي هدفها الدعوه فاهم، والناس تصلي بينا على النبي، مش عايزين حاجه تاني، واللي هيسالنا على حاجة مثلا مش فاهمها من الكلام دلوقتي يفهم، كلمنا في الكومنتات انا هنخش نرد عليه ونوصلها له، نوصل له المعلومة احسن من كده. في حد كان بيقول لي طب ما تحط المواسير ورا، يا جماعة احنا قلنا دي بتنقط، فلو نقطت على الماتور ورا ده مش صح، ولو ما فيش ماتور ورا هتسحب المية دي اللي بتنقط، هتسحبها ترميها عليا وانا ما عملتش حاجة تمام. هي هنا ده مكانها الصحيح وده الشكل المناسب ليها، والشكل ده يرجع للناس. وفي حد برضه قبل كده قال لي طب انا لو عايز المروحه تتحرك ما عنديش مشاكل، الخراطيم دي بطولها وبخلي المروحه تتحرك هتوزع معايا في الاوضه كلها. الموضوع سهل خالص، وممكن الناس اللي شايفانا تبدا تطور معانا كمان في الموضوع، واللي عنده فكره حلوه برضك نطور بقى الموضوع اكتر يا ريت يعرضها علينا نستفاد منه. طب قول لنا بقى السلوك دي ايه يعني، دي خاماتها ايه اصلا؟ ده بلاستيك، ده خرطوم عادي، ممكن تجيب خرطوم سيليكون عادي اللي هو الخرطوم اللي بنرش بيه في الجنينه تمام. انا دي خراطيم بلاستيك جايبها على المواسير، الموضوع بسيط خالص، وموصلها بالشكل اللي حضرتك شفته ده، والموضوع بسيط جدا، كل ما ندي لها الموضوع تلج تديك تراوح، هي دي الفكره النهائيه. شفت حد مثلا بيعمل الفكره دي وبيبيعها؟ انا عايز اقول لك انا في ناس الحمد لله رب العالمين كلمتني كتير وعملتها كتير وفي اماكن كتير على مستوى الوطن العربي، ناس كلمتني والحمد لله الموضوع ناجح، وناس عايز ناس بتجي لي فعلا عايزه اتطور وعايزه تجيب فان كويل وعايزه تخش في موضوع كبير تمام. احنا كل ده احنا عايزين ناس تتبسط باقل التكاليف ومن غير ما يدفعوا فلوس كتير. التكييف سعره بكام النهارده؟ التكييف مبدئيا يبدا معاك مثلا الواحد ونص حصان اللي كيف 12 متر من اول 20,000 جنيه تمام، وفي ماركات واوبشنات توصل معانا لغايه 35,000 جنيه، زي الانفرتر اللي بيوفر كهرباء يوفر 50% من الطاقه. يعني انت شوف بقى من 35,000 جنيه 300 جنيه، احنا النهارده ممكن تدلع نفسك بيهم. انت ممكن تدلع نفسك بيهم جدا، واللي مش معاه ال 300 جنيه ياخد المروحه دي يدلع نفسه بيها. طب انت عملتها لحد الفكره دي ولا انا بصراحه يعني عملتها نفذتها لحد كبير في السن، انا فعلا مش فاضي وعندي ضغط شغل الحمد لله، عملتها لحد كبير كده في السن. هو الناس الكبار يا استاذ عمر ما بيحبوش اصلا التكييف، يعني انت لو جبته على درجه حراره 30 هيسقعوا، فده بالنسبه لهم حاجه جميله خالص. يعني الست الكبيره او الحاج الكبير لو قعد في ده بالليل وهو نايم مش هيأذيه، مش هيأذي جسمه، مش هيوجع له جسمه، مش هيوجع له جسمه المروحه، ومش هيدي له هواء سخن، لا هيدي له هواء حلو جدا هيخليه يتغطى ان شاء الله. وخلي بالك في حاجه برضه، ناس بتقول لي امان والكهرباء والكلام ده، يا جماعه فلتر السمك احنا حط يعني السمك كان الكهرب، لو انا عندي هنا كهرباء انا ايدي، لو عندي كهرباء هنا السمك ده كان الكهرب. السلوك دي ايديا مبلوله، ده مواسير ملهاش علاقه بالكهرباء تمام، وما عنديش خطوره طول ما انا في الجزء اللي قدام، الجزء اللي ورا يبقى عندي خطوره. فشت المروحه هي بعيده، وادي السلك بتاع الماتور، والماتور ده بيبقى جوه الميه اوريدي، هو متصمم ان هو يبقى جوه الميه، فما عنديش خطوره في الكهرباء وامن على الاطفال جدا. بص يا مدير انا بس عشان بقالنا حوالي ساعه مشغلينه، يعني درجه الحراره اهي وصلت ل 23، هي بردك عشان قريبه منه فحست اكتر، ودي درجه الرطوبه الثلاث شهور دي 49، كانت اول ما حضرتك جيت هنا كان 55 بقت 49، وهينزل تاني خلي بالك. كنت قايل لي بقى موضوع القلل اللي انت كنت عاملها، مش قله بقى قلل احنا كنا عاملينها زير.
الزير، احنا باشا متربين على الزير ده. احنا الزير ده كنا في اي حته في الشارع، خد الكوز وافتح تلاقي المايه متلجه. صح كده؟ طب احنا بنجيب تنكات ولا بنبرد ولا فريول؟ مفيش كده، ده رباني من عند الله. فبنجيب الزير وبنلفه بخيش، تمام، وبنوصل نفس السهريه دي كده بالظبط، ومن غير بقى ما احط تلج. هي الخيش هتقوم بالواجب وهتفضل المايه باستمرار ساعه. تنصح الناس بايه بقى؟ انا انصح الناس ان هي تصلى على النبي الاول قبل اي حاجه. تاني حاجة، لو هننصح الناس مثلا انها تشتري تكييف، يا جماعة اول حاجة تجربوا تدوروا عليها يكون كباس الوحدة الخارجية تي 3 اللي هو بيستحمل فوق 60 درجة مئوية، عشان طبعا احنا النهاردة الجو بتاعنا بقينا احنا في السعودية حاليا، تمام. تاني حاجة بنصحهم في ضبط درجة حرارة التكييف. في ناس بتبدأ 16 و20، الكلام ده يبوظ معاهم الاجهزة. احنا عايزين جهازك يعيش معاك طول العمر، عايزينك توفر كهرباء. تبدأ 24، بعد ال 24 درجة الحرارة بره عليت، في ناس بتنزل درجة الحرارة عشان يسقع أكتر، الكلام ده غلط. درجة الحرارة تعلى، أنت تعلى 24 تبقى 25، عليت أكتر اطلع ل 26 و27، ولو عندي موجة حارة اطلع ل 28 عشان الجهاز بتاعك يشتغل ويفصل بانتظام، وطول ما الكباس سخن وطول ما أنت مش سقعان. فاهمني يا مدير؟ بس احنا بس نوضح للناس حاجات بسيطة عشان خاطر إيه، يقضوا إن شاء الله صيف سعيد وما يحسوش بحر. طب قول لي بقى ابزان عادي صح؟ ابزان بلاستيك. ده افيز بلاستيك، تمام، قفلته كده ومش لازم كله طبعا. يعني انا بص زي ما انا عامل كده، لا ما هيش هيتلزق، مفيش لازم، لا مش هيتلزق طبعا، عشان خاطر ده حديد بنديله افزان بالشكل ده كده وبنلفه بالمنظر الدائري عشان ما يقعش ويتسبب في مشاكل. الافيز البلاستيك بيبقى امن شويه احسن، يعني بيبقى حجمه يعني بمعنى اصح بيبقى حكمه جدا. ما انا برضو لو ما حكمتهاش المروحه مع المواسير هتعمل فايبريشن وصوت ودوشه، فاحنا بنقفزها بنشدها عشان خاطر الموضوع يبقى ظريف شويه. بس يا جماعه ومتهيألي انا وضحت كل حاجه، والتلج ده انا مجربه بنفسي بصراحه. الملح ده فكرته غريبه، انا اول مره اسمعها والله. انا يعني حد صديقي كبير عنده حوالي 70 سنه قال لي الفكره ديت، كانوا بيعملوا حاجات زي كده زمان وبيسقعوا الميه فكان بيحط تلج. انا جربتها، يعني انا ده التلج ده معايا من بدري وزي ما هو ما شاء الله. بيسيح طبعا بس بياخد وقت، بياخد وقت كويس، يعني ضعف الوقت المفروض ياخده. درجه الحراره 23 والموضوع يعني جميل. الموضوع بره صعب برضه؟ لا انا بصراحه بره الموضوع مش الموضوع صعب. النهارده الجو حر يا استاذ عمر، واحنا بس ايه ان شاء الله ربنا يهونها على الناس كلها ويقضوا صيف سعيد، واللي استفاد مننا يدعي للحاجه بالرحمه ان شاء الله رب ان شاء الله رب العالمين. في اختراعات جديده الفتره الجايه؟ هبهرك بجد، هبهرك. وفي الشتاء عامل لك حاجه كده تدفيك، بس خليها بقى في وقت الشتاء. وعندنا فكره تانية برضو للتبريد ان شاء الله نطلع مع حضرتك يا استاذ عمر ونعملها حاجه برضك مبسطه، نقدر نشغلها باور بانك عشان لما النور يقطع برضو تتكيف. كلمه اخيره بقى اتفضل. قول لي انت كلمه اخيره، انا مش عايز اقول حاجه. كلمه اخيره يا جماعه، يعني ايه يعني انا بس انا عايز اقول لك حاجه يا عمر، كويس يعني ممكن السؤال ده كويس جدا بالنسبه لي. انا في ناس ممكن تنتقدني ان انا بطلع اعلم الناس الصيانه، بطلع اعلم الناس ازاي تحافظ على جهازها. طب يا جماعه من اصول شغلنا التركيبات في كفني تكييف، انا واخواتي الفنيين القدامى هيفهموا الكلام ده كويس. انا المفروض لما اطلع عند عميلي يا استاذ عمر بعد ما بركب الجهاز بقول له يا باشا الوش بيتفتح بالطريقه الفلانيه، واطلع الفلتر بالطريقه الفلانيه، واغسل الكباس كده، والريموت بيتشرح 1 2 3. النهارده الموضوع بقى فيه سرعه رهيبه والعميل ما بياخدش حقه، فاحنا عايزين ندي العميل حقه. ومش انا بس اللي بعمل كده، ده اخواتي الفنيين كلها 99% بيعملوا اللي انا بعمله اكتر شويه. يعني انت قصدك ان احنا نساعد الناس؟ نساعد الناس، احنا هنقول حاجه بس، من يتقي الله يجعل له مخرجا. مش معنى ان انا علمتك حاجه انا هخسر، بالعكس انا كسبت كتير قوي، كفايه الدعوه اللي انت هتديها لي. دي اللي انا نفسي اقولها بس، من يتقي الله يجعل له مخرجا ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس هشام، تحت امرك يا فندم. انا اتشرفت بيك يا استاذ عمر. شكرا يا فندم. شكرا مدير. الله يرضيك يا معالي الباشا.